الحريري، أين الطائفة السنية من موضوع ما يحصل بغزة؟ لأنه هناك كتير تضارب بالمواقف داخل الطائفة السنية، الكل مع القضية الفلسطينية، ولكن في بعض من الجزء يوحي بأنه هو داعم للمقاومة الإسلامية وداعم لحزب الله، والجزء الآخر دايما بيرجع بيذكر أنه هذا الحزب هو من نكل بحكومة الرئيس سعد الحريري وماذا فعل بالرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن مش مجال تصفية حسابات وسعر شخصي وعتاب وشو عملنا. في مذبحة، في مذبحة، هاي المذبحة بتتطلب كل واحد يترفع عن الخصوصيات والسياسة الزواريب وهذا الانتقام. لا، أنا برأيي ضد. هلأ موضوع السنة، في مشكلة بالتمثيل السني، معلش يعني في بعض الرؤوس الحامية من النواب معظمهم يعني من جداد، يعني جديد على المهنة، يعني ما بعرف كتير بيندفعوا نحو الشيء بعد شوي بنقلبوا عليه. يعني ما في حضور بيوازي تقل الطائفة السنية بكل الملفات، ما في حضور لأنهم مشتتين. مش بالضرورة إنه ولا يكون مثل السابق إنه كان أكثر والأقوى تمثيلا عم بيحتكر التمثيل الشيخ سعد، لا، هي قاعدين تتفقوا على شيء حد أدنى، ما في اتفاق. هلا الاتفاق على التمديد على لواء عماد عثمان، مش ما في اتفاق داخل الطائف السنية، في ناس عم يدفعوا باتجاه هذا التمديد، في ناس ما عندهم مشكلة بعدم. قلت لك أنا يعني ما فيك تشرع على شخص، في حكي إنه بيشمل كل قط الأجهزة مع ضباط العمون. في رأي تاني إنه رفع سن التقاعد، طب هذا مكلف. في رأي تالت إنه من ملازم شو، طب هوليك العسكر شو بس للشوارع يضلوا منتشرين. يعني أنا تقديري بدك تحاولي تعملي خلطة، ما بعرف هاي الرئيس بيبرني هو أكتر واحد لنشوف الأرنب بنهار الجلسة. مش أرنب، مش أقدر. لا 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 لا، هالمرة يعني أنا برأيي بدي يطلع شيء قبل الخميس يقدر يوفق. لكن في شغلة، يعني الثنائي الشيعي لا يمكن ياخدوا على عاتقهم الشغور بكيادة الجيش بهالظرف. يعني بدك الأقدر والأكثر خبرة، انطرح بدي مرة تعيين، عاد انسحب. مش هو عرض حاله، انه عرض نذكر اسمه مدير المخابرات العميد طوني أهوجي. أنا برأيي بغض النظر مش الأقدم رتبة بين الضباط الموارنة، بس تعتبري يمكن الأقدر والأكثر خبرة ومعرفة بالجيش بتفاصيله. يعني بدك، ما في، طيب هلأ شو بتعمل؟ بتترك الجيش بلا قيادة؟ بس أستاذ محمد، قدر الرئيس بري أنه يجيب القوات على ملعبه، وإذا في حال نظلم الشجرة جد، وإذا في حال حضروا القوات بالجلسة التشريعية من أولها وصولا إلى اقتراح القانون المعجل المكرر كرمال تمديد لقائد الجيش، قدر الرئيس بري ينتزع إثبات أنه هذا المجلس هو شرعي ويستطيع أن يشرع بظل غياب رئيس الجمهورية. أنا سمعت اليوم غبطة البطل القراري، ما هو حق المادة 49 جلسات مفتوحة لحين انتخاب، ضلينا من 1000 جلسة ومنتخب الرئيس، منعطل المجلس، منعطل الحكومة، إدارات مشلولة، بلد مشلول، بلد ما بعرف كيف عايش البلد، تحت الصفر صار. أنا مع كلام غبطون هذا، بس ما صار، شو بنعمل؟ ما في تشريع. تقديري لازم الناس تنزل على السجرة يحكوا يا أخي، يتخانقوا بس يحكوا مع بعض، ما بصير. طب بس كمان الثنائي الشيعي يخوض صلاحيات حرب الصلاحيات الشيعية، يعني بيعتبروا انه هذه الصلاحيات رئاسة المجلس ليست ملك للرئيس بري وعم يعمل معركة شخصية، هيدي معركة صلاحيات شيعية. دعا لجلسة جلستين مفتوحة وما وصلنا، شو بنعمل كمان؟ منضل هيك؟ لا، أنا عم بحكي من ميلة تاني، أنه حتى صلاحيات رئيس المجلس أنه هو يدعي لجلسات تشريعية حتى بظل، يعني الدستور لا يلحظ شغور رئاسة، وبالتالي أنت عم تاكل صلاحيات رئيس المجلس النيابة لأنه في شيء غير وضع غير طبيعي برئاسة الجمهورية. الدستور نعمل بصورة طبيعية، أنه النواب يلبسوا البدلات مع انتهاء ولاية الرئيس قبل شهرين بينتخبوا، ما عارفين انه جاي الرئيس ميشيل هون جد. لا لا مش عبا، مش بس ما هي بلشنا
العد العكسي مو وقتها. لا بس هن بيقولوا انه لا مش قصه الرئيس هون، كان في وصي على لبنان دائما عم يجبر انه يكون في رئاسه جمهوريه دائما مكتمله الاوصاف، بينما من بعد ما فل السوري بلبنان صار كل واحد عم بدي لك شغله. وقت تكلف رئيس ميشيل هون، مش عم بحكي شيء شخصي جد، بتشكيل الحكومه العسكريه وتكلفوا رئيس الشيخ امين جميل، استعصى صار هو بده يعمل رئيس. من احنا بلشنا ندعوس على القوانين والدساتير من زمان، مش من هلا، لانه اللي انعمل ما حدا عارف انه البلد جاي ما بعرف منين ويلات بكره هيك، ما حدا عارف انه لبنان رح يوصل هيك. طيب يعني على كل الحالات يمكن عم يحصدوا نتيجة ما فعلوا بالعهد السابق، اليوم اللي شفناه بطرابلس مش أول مرة بيصير في اعتراض بالشارع الطرابلسي على زيارة الوزير جبران باسيل، ودايما بيصير في يعني هذه المشاكل. أنا ضد الاعتراض أولا حقه، ما بصير، ما بيجوز منطقة تكون مكفلة على التاني. نعم. ثانيا ما قدمت ولا أخرت الزيارة، يعني أنا تقديري الزيارة كانت طبيعية، طلع هول منعوا عكروا على الزيارة، حكي عنها الإعلام وقال لها الزيارة مرقت يمكن بدون ضجة، لسبب أنه أولا شاف أهل البيت، نواب سابقين ونائبين اللي هني حلف قالوا يعني على الأقل بنفس الخط، فيصل أفندي كرامي و النائب طه ناجي ممثل جمعية المشاريع الأحباب، ما فيها شيء، بس نعمل منها قصة انه يزور، ما فيها شيء، لا بتقدم ولا بتأخر، مثل جولاته اللي عملها، ما عمل جولات، ما خلى حدا، برم على كل الناس، شو عمل؟ بس البلد مش بالإعلام، مش بالجولات، الانفتاح ما بيكون بالصورة، الانفتاح بيكون بالنوايا، بقرار سياسي، أنا بدي طلع البلد من الحفرة من الهاوية، شو بعمل؟ هيك انه بزور؟ هاي الزيارات ما بتعمل. طيب بس والكيدية ما بتعمل شيء. برئاسة الجمهورية